سيداتي أنساتي والسادتي، الماش ممتاز، نجربوا معاكم. عندكم شك في العلاقة، عندكم شك في اللي انتم معاه، الشخص شريك الحياة، نجربوا. عيطوا 05 30 300 300، 05 30 300 300. مريم شخبارك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، لاباس عليك؟ بخير سي مومو، صافا، كلشي بخير الحمد لله. انت بخير؟ مرحبا. بغيتي تجربي سفيان؟ عندي عام وانت معاه. وي اكزاكتومون، ومؤخرا بديت كنشوف شي شويه الهضره نقصات، ودابا واحد 4 جوغ لقيت عنده واحد الشال في الطوموبيل ديال البنات، وانا متاكده ما كانش. ملي سولته قال لي بلي راه نهار اللي خديت الطوموبيل هو كاين، وانا متاكده بلي ما كانش. ايوا هذه نهار خديت الطوموبيل هو كاين. كادو؟ اه ما عرفتش، كادو ديال الطوموبيل بزاف، وبغيت نتاكد لحقاش كيجيو لي ديفوراس وهذا، باش نعرف راسي شنو هو هكا ولا هكا. فراس فراس ديال اش؟ و ديال الزواج طبيعه الحال. ولكن انت كتبغي سفيان، كتحبيه؟ احنا علاقه حب، كنبغيو بعضياتنا اه، ولكن ملي بدا هادي الشهر تقريبا بدا الشك عندي. واخا انتم تلاقيتوا على اساس معقول؟ وي اكزاكتومون، هضر مع ماما، هضر مع خويا. مزيان واخا. وهادي 3 ايام تفاتي في العشاء كلها، وفاش سويتي قال لك راه كنت غير باغي نرتاح شويه. اه وما قالش لك قبل؟ لقى التليفون طافي. لا ما قالهاش لي قبل، اصلا عيطت له قبل ملي خرجت من الخدمه ما جاوبنيش. من بعد داز ساعتين عيطت له لقيت التليفون طافي. لا غدا ملي سولته علاش طفيتي التليفون قال لي غير كنت في الدار جالس وطفيته. واخا. وهو مزيرك انتيا؟ وي، ما نخرجش مع صحاباتي، ندخل بالوقت، تخرج بالوقت، ما نديرش هادي ما نديرش هادي. والحريه ديالك؟ لا ما خصني ندير داك الشيء كيقول لي هو. ما ندير شي حاجه خصني نتصاور معاه. اي حاجه قبل ما ديرها خصك تقولها ليه. اه الخروج ولا ما قلتهاش ليه مشكله، ينوض الصداع وهادي وهادي. يعني ما تمشي الحمام خصك تقول لي غنمشي الحمام، باش تقول نمشي الحمام. اه وبحال هذا قلتي في الحمام شحال من ساعه. واو ويلي. بصح القضيه علاش انا ولا سي فغي سي فغي، علاش انا حيت هادشي بان ليا كثر، وهو ما ولاتي بحال كيراوغ، ما بقاش فحال هادي، ما بقاش الهضره نقصات، ولا كيهضرش معايا بزاف قليل في التليفون، صافي دغيا تيقطع. طبي باش نعرف حتى انا شنو يعني، ما يمكنش شحال من حوايج كيديرهم ليا هو خصني نمشي عليهم انايا، وهو ما تيدير حتى شي حاجه من هذاك الشيء. والبارح غوت عليك حيت عطلتي مع صاحبتك؟ اه وغادي نير ناكلو، غناكلو غندخل للدار. تعطلتي حتى الاناسه؟ تسعود احترمتي الكفر في اه، وانا قلت له تسعود غادي ندخل. واخا ما غريب شي شي. دابا في العلاقات ما بين الرجل والمراه خاص كل واحد تكون الحريه ديالو، انه يتلاقى مع من ما بغى ويدير داك الشيء اللي بغى. اكزاكتومون، باحترام، باحترام، الثقه، فوالا الثقه والاحترام. يعني كيف ما انا تنثق فيه حتى هو خاصو يثق فيا. واخا انتم تلاقيتوا على اساس الزواج المعقول ولا غير ضحك؟ في الاول كانت كنا غير تلاقينا، من بعد وينا كنبغيو بعضياتنا، صافي عاد في الاخر بقيت هضر معايا قال لي انا بغيتك المعقول وهذا، هضر مع ماما قال لها انا بغيتها، هضر مع خويا قال لها انا بغيتها، خصني غير شويه ديال الوقت. من بعد داز واحد المده، واحد المده كنا تناقشنا في واحد الشهر هكايا، من موراها ولات كيقول لي ما بقاش جبدي داك الموضوع، قال لي من الاحسن خلينا حنا هكا، انا مازال ما خديتش قرار. فهمت يعني بديك الهضره اللي كان كيقول في الاول كلها تقلبات. واخا تبدلات. واخا نعيطوا لسفيان مريم. 3 شروط مهمه جدا في المش ممتاز، المش ممتاز هو التيست، يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، يقدر يعزك انت ما يعزكش انت، الا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن. هذا الشرط الثاني، والشرط الثالث خاصك لابد تهضري معاه في الاخر، لابد تقول ليه علاش بغيتي ديري مش ممتاز. عيطوا اها وفرحي مالك حزينه مخلوعه. بالعكس. لا لا ترونكي. الو الو السلام عليكم. توفيق الله. اش اخبارك اسيدي لاباس عليك؟ مرحبا. الحمد لله. نقدم لك راسي معك كريمه من شركه ورود المغرب، حنا واحد الشركه مختصين بالورود، واليوم درنا سيدي واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك سيدي، اليوم راك ربحتي معنا ان بوكي تولور، يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه، فقط اعطيني السميه ديالها، المدينه، رقم التليفون، شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بها. معايا ندوزها عليك. اه واخا يلا هاك. اقطع نعاود نعيطو. اه عاود صوني لعافاك. نعاود نعيطو عاود ثاني. معلم قال لي دريت راديو قال لي واش
دابا ما بين ندوز عليك ما بين ندير اي تراديو نشوف واش ما سفيان. وي مومو. شبارك اخويا. وي خويا بخير. كلشي بخير صحه لاباس؟ لا بخير الحمد لله. تقطع عليك التليفون؟ لا انا قطعت اخويا مومو. ما كاين مشكل. علاش قطعتي؟ لا اخويا حبيبي يتفلاو. لا راك معنا في الماش ممتاز. كاين واحد السيده اللي بعيط انا باش نعيطوا لك باش نجربوك. شكون هي؟ واش هي معاك هي؟ لا انا ما كنعرفش حتى شي سيده. وهذه اللي معايا طاليا ما كنعرفهاش. ما كتعرفهاش؟ واخا بغيتي تدوز عليا دوز عليا. دوز عليك اخويا دابا. مرحبا هضري معاه. الو. وي وي سفيان صافا. شكون معايا؟ ماشي مشكل ما كتعرف حتى شي وحده. بعد شكون معايا؟ شكون معايا؟ بارك من هاد الدراري الصغار. مريم. ما كتعرف حتى شي وحده. قلت لك ما بقيتش تعيط لي يا مريم. قلت لك البارح بقيت تعاود تعيط لي وصافي. قلت لها ما نعاودش نعيط لك. واخا انتوما ما بقيتوش مع بعضياتكم؟ لا نبغى نتاكد. دابزنا البارح دابزنا. قلت لها صافي اختي ما بقيتش تعيط لي. قلت لها انا ما بقيتش نعيط لك. واخا يعني ما بيناتكمش علاقه؟ ما بيناتكم حتى شي حاجه؟ صافي كانت بيناتنا علاقه وصافي سالت البارح. واخا خويا واخا. شكرا سفيان. شكرا خويا. مرحبا. صافي مزيان دابا وضحت الامور. مريم. وي. تعاودتي انه هو غوت عليك البارح؟ على حسب انك خرجتي مع البنت تعطلتي. واخا دابا سي بون ماشي مشكل. انا قلت لك بغيت نتاكد باش كل واحد يعرف راسو شنو غادي يدير. فهمتي؟ لكن ميرسي بوكو. شكرا لكم بزاف. باش كتحسي دابا مريم؟ ايوا مهم ما عرفت. بغيتي الناس يهضروا معاك؟ وي سي بوسيبل. واخا الناس يتكلموا معاك. دابا انت راك ترونتي دابا بعد زدتي تخرمستي دابا. يهضروا معاك الناس. عيطوا 05 30 300 300 يهضروا مع مريم. دابا انت على حسب الهضره اللي هضرتي معاه البارح ماشي تفارقتوا غير تخاصمتوا غير ياك؟ وي تخاصمنا. يعني غوت عليا فين كنتي. قلت له انا قلت لك ها مشيت كليت وجيت وديجا كل 10 دقائق قال لي بقيت عيط لي. كل 10 دقائق تنعيط له. يعني راه باينه فين كنت. مشيت كليت انا تناكل رجعت. فهمتي؟ واخا صافي هادشي اللي وقع. واخا الله يخليك معنا مريم. شوف بردي بشويه عليك من دابا شويه. الناس يهضروا معاك ونتكلموا معاك على حيت كاين حاجه مهمه بزاف اللي قلتها وعاودتها في هذه العلاقه اللي كانت عندك مع سفيان. هذه المساله ديال الحريه ديك ما بقاتش. انت خارجه عيطي لي كل 10 دقائق. ودا اش العلاقه هذه؟ او انت خارجه مع صاحبتك كل 10 دقائق تعيطي تبوانتي؟ غريبه. كل واحد والطريقه ديالو في العلاقه ديالو. ولكن عاوتاني خصو يحافظ على الحريه ديالو. كل 10 دقائق تعيطي عليه يلاه ديك الساعه ديالي مع ابل فيديو وخليه يعاقب معاكم. دائما ابل فيديو هذيك راه دائما. فين تيا؟ رايت البارح ما كانت عنده كونيكسيون ما داش ابل فيديو. واخا غادي نهضروا معاك الناس دابا شويه على اذاعه ايتخادو 05 30 300 300.